يعطيكم العافية. محاضرتنا اليوم عن الانفكتيف اندوكاردايتس. الانفكتيف اندوكاردايتس اللي هو التهاب شغاف القلب، والتهاب شغاف القلب او الاندوكارديوم اللي هي الطبقة الداخلية من القلب. القلب بتكون من 3 لايرز، في عنا البريكارديوم اللي هي الخارجية واللي بتكون من الخارج، الميوكارديوم بتكون في الوسط، والاندوكارديوم بتكون المبطنة لداخل القلب واللي هي بتكون مبطنة للغرف او تشامبرز ذات القلب. هلا الانفكتيف اندوكاردايتس اللي هو التهاب شغاف القلب اللي ناتج عن، خلينا نحكي عن شيء معدي او عن جسم معدي، formerly called bacterial endocarditis، وعادة بسموها bacterial endocarditis لأنه أصلا مسبب الأكيد أهلا إلها هو عبارة عن bacterial infection. عادة تظهر على شكل two forms، في عنا subacute for type وفي عنا الأكيوت type. الأكيوت اللي هو الحاد، subacute بتكون أقل من الحاد. subacute اللي هي in which defective heart valves are invaded by organisms of low virulence such as streptococcus viridians. Part of the normal flora of the mouth. إذن عادة subacute types عادة بيكون سببها bacterial infection، لكن القوة والإمراض تاع هذا البكتيريا، سوري مش فيروس، بكتيريا، قوة الإمراض لهذا البكتيريا بتكون مش قوية جدا، فعشان هيك بيعطينا subacute اللي هو أقل من الحاد، بيعطينا التهاب لكنه أقل من الحاد، لأنه زي ما حكينا low virulence. low virulence يعني الإضرار تبعها أو الإمراض تبعها بيكون قليل، اللي هي streptococcus viridians. طبعا هاي streptococcus viridians عادة هي normal flora بتكون موجودة داخل الفم. النوع الثاني اللي هو الأكيوت تايب، in which normal heart valves are attacked by highly virulent organisms، اللي هي بهاي الحالة اللي هي الحالة الحادة وعادة بتكون شديدة، لأنه المسبب الأساسي لهذا المرض أو لالتهاب الصمامات بيكون اللي هو بكتيريا ذات قوة إمراضية شديدة مثل Staphylococcus aureus which tend to cause severe tissue damage. هلا زي ما حكينا من أمثلتها اللي هي المكورات اللي هي Staphylococcus، وهي عادة بتكون زي ما حكينا قوتها الإمراضية عالية جدا، فبتعمل على تحطم الأنسجة داخل الإندوكارديوم أو داخل القلب بشكل كبير، وبالتالي ممكن إنها تكون صعب إنه يكون يتم علاجها بنجاح وبتحتاج فترة طويلة لعملية العلاج. الباثوفيسيولوجي، the basic effects are the same regardless of the causative organisms. يعني هلا سواء كانت acute أو subacute، الباثوفيسيولوجي أو طريقة حدوث المرض هي شبه نفس الإشي بنفس الخطوات بتتم بغض النظر عن causative agent. Microorganisms in the general circulation attach to the endocardium and invade the heart valves causing inflammation and formation of vegetation on the cuspus. إذا أول إشي بتدخل عنا الميكروأورجانيزمز الأحياء الدقيقة بتدخل على الجسم وبتوصل للجنرال سيركوليشن للدورة الدموية العامة، طبعا من خلال مشيها في الدورة الدموية العامة بتوصل لعند عضلة القلب أو بتوصل لداخل غرف أو تشامبرز تحت القلب. هناك بتعمل أتاتش للإندوكارديوم، بتتصل أو بتلتصق بالطبقة الداخلية اللي هو شغاف القلب، بتتصل بالطبقة الداخلية من القلب وبتروح تتخبى حوالين الصمامات، بتعمل انفيد، بتهاجم الهارد فالف، صمامات القلب. طبعا لما بتوصل عند القلب بتعمل هناك في هاي المنطقة بتعمل لنا شيء اسمه انفلاميشن. انفلاميشن هي العملية الالتهابية. اول ما تتكون عندنا العملية الالتهابية نتيجة وجود البكتيريا بيصير في عندنا تكون لشيء اسمه فيجيتيشن. فيجيتيشن زي منطقة تغذوية، فالمنطقة التغذوية هاي اللي هي عبارة عن الفيجيتيشن. شو هي الفيجيتيشن؟ هي عبارة عن large fragile masses made up of fibrin strands, platelets and other blood cells and microbes، اللي هي المنطقة اللي بتعيش فيها هاي البكتيريا أو الأريا اللي بتعيش فيها واللي صار فيها التهاب بسموها هاي المنطقة فيجيتيشن. الفيجيتيشن هي عبارة عن منطقة كبيرة fragile، يعني بتكون كتير هشة، كتلة هشة وكبيرة، بتكون تتكون من الفايبرين ستراند، بتتكون من خيوط الفايبرين، تتكون من الصفائح اللي هي البليتلت، and بتتكون من كريات دم. قد تكون كريات الدم ميتة هاي على الأغلب، وبتتجمع في هاي المنطقة بالإضافة للميكروبات. الميكروبات بتعيش في هاي المنطقة، بتتغذى فيها وبتعمل فيها إنها هي بتتكاثر. In the acute stage, these may interfere with the opening and closing of the valve. طبعا هي موجودة عند الصمام، فبالتالي في الحالة الحادة بتأثر على عملية فتح وإغلاق الصمام. احنا بنعرف انه الصمام بيفتح عشان يمر الدم من خلاله، برجع بيسكر بعد هيك خلال عملية انبساط القلب عشان يقدر يعبي الغرف او chambers بالبلد
خلال فترة الانبساط. فإذا هنا لما بيصير عنا الفيجيتيشن حوالين الصمام أو الأريا اللي بيعيشوا فيها حوالين الصمام راح تأثر على عملية فتح وإغلاق الصمام. pieces may break away. طبعا هاي المنطقة زي ما حكينا إنها هي عبارة عن زي كتلة هشة. هاي الكتلة الهشة ممكن لسبب أو لآخر أو إنه يصير تطلع من هاي الكتلة يصير في انفصال لبعض الأجزاء منها. انفصال لبعض الأجزاء منها معناته إحنا صار في عنا بالدورة الدموية خثرة أو كتلة بتمشي في الجسم طبعا غير طبيعية، وخلينا نحكي بنعتبرها فورين بادي وغريب عن الجسم وبيكون على شكل كتلة. هاي الكتلة بتمشي في الدورة الدموية لغاية ما توصل لأي وعاء دموي أصغر من حجمها، بتعمل على سده، فبالتالي المنطقة اللي بعديها بتعمل فيها اللي هي إسكيميا. فهاي pieces may break away، إذا أجزاء منها ممكن إنها تنفصل من هاي الماس أو من الفيجيتيشن، forming infective or septic emboli، فبتعمل لنا خثرة سبتك سمية. ليش خثرة سمية؟ لأنها بتحتوي على مايكرو أورجانيزم، يعني هاي الخثرة اللي راح تطلع راح يطلع جزء من المايكرو أورجانيزم أو البكتيريا الموجودة فيها راح تكون موجودة وراح تمشي في السيستميك سيركوليشن then cause infarction and infection in other tissue. طبعا بعدين لما بتروح لمنطقة أو لوعاء دموي أصغر من حجمها بتسكره بتعمل infarction في المنطقة اللي بعديها، ومحل الانسداد بتلتقي بالأنسجة تبعتها وبتعمل لنا infection في المنطقة الجديدة اللي هي وصلت فيها، يعني زي كأنها هاي الكتلة بتعمل على نشر البكتيريا داخل أنسجة الجسم حسب المكان اللي هي بتوصل له. This process causes endothelial additional destruction and scarring of the valve and الكورداي تندينيا. طبعا بهاي الحالة انه رح تعمل لنا اضافة لتحطم وتعمل لنا سكارينج في الصمامات والحوالينها والاربطة تاعت الصمامات الموجودة حوالين المنطقة اللي هي موجودة فيها. الاتيولوجي الاسباب a combination of factors predisposed to infection، انه يكون في عنا اثنين من الأشياء يعني مجموعة من الأعراض، إنه يكون في عنا predisposing factor two factor أو اثنين risk factor يكونوا موجودين مع بعض يؤدوا لحدوث الانفكشن. ممكن يكون presence of abnormal tissue in the heart، إنه ممكن يكون السبب اللي أدى لحدوث الانفكتيف إندوكارديتس إنه يكون في عنا أنسجة غير طبيعية داخل القلب، إنه تكون نفس الإندوكارديوم الأنسجة فيها مشكلة، فيكون في عنا أنسجة غير طبيعية في أنسجة القلب، أو presence of microbes in the blood، أو إنه يكون في عنا في الدم في مايكرو أورجانيزم. طبعا هدول الحالتين الأصل إنهم ما يكونوا موجود، الأصل إنه عضلة القلب تكون أنسجتها طبيعية والأصل إنه الميكروبات ما تكون موجودة في الدم. هلأ ممكن قد يكون من أهم أسباب الإنفكتيف إندوكارديتس إن يكون في عنا أنسجة غير طبيعية موجودة في عضلة القلب، أو إنه يكون في عنا بكتيريا موجودة في الدم، وممكن الاثنين مع بعض يلتقوا بنفس الوقت، إنه إحنا في عنا أنسجة غير طبيعية وجود بكتيريا كمان موجودة في الدم، تيجي هاي البكتيريا بتروح عند الأنسجة الغير طبيعية وتعمل فيها الإنفلاميشن وبتعيش فيها وبتعمل فيها الفيجيتيشن تبعتها الكتلة تبعتها اللي بتعيش فيها وبتتكاثر فيها. Abnormal valves associated with many predisposing condition. الصمامات الغير طبيعية عادة ممكن إنها تعرض الإنسان لعدد من الحالات و increase the risk of subacute infective endocarditis، وبتزيد من فرص حدوث عدوى أو التهاب شغاف القلب عند المرضى هذول. These conditions include congenital defects. إيش هي الأشياء أو خلينا نحكي الأغراض الأخرى أو risk factor الأخرى اللي ممكن تخلي المريض عرضة أكثر إنه يصير في عنده infective endocarditis سواء كان acute أو subacute، وعلى الأغلب تكون subacute، اللي هي أول إشي يكون congenital defects إنه المريض يولد وعنده تشوه خلقي مثلا في عضلة القلب، rheumatic fever إنه يكون المريض عنده حمى روماتيزمية، الميترال برولابس يكون في عندهم زي ارتخاء في الصمام اللي هو الميترال برولابس، and artificial or replacement valve أو إنه يكون المريض عمل سابقا عملية تغيير صمام بصمام اصطناعي. Persons with septal defects, catheters or other artificial implants are also susceptible of infection. كمان في ناس تانيين ممكن يكون عرضة إنه يصير عندهم infective endocarditis اللي هم الناس اللي عندهم defect في السبتم. السبتم اللي هو عبارة عن الكتلة العضلية أو النسيج الموجود ما بين الغرف اليمين أو right side of the heart and left side of the heart، إنه يكون في عنا مشكلة في هذا السبتم. ممكن يكون مثلا وجود كاثيتر انه مثلا المريض مركب له خلينا نحكي arterial line، يعني مركب له زي كانيولا مباشرة للشرايين تاعت القلب للأوردة بالشرايين اللي موجودة داخله للقلب، وعادة بهاي الحالة
بيكون عرضة للإنفكشن أكتر. And other artificial implants also susceptible to infection، أو إنه يكون في عنده مثلا أي artificial implants مثل الصمامات الصناعية، ممكن يكون في عنده خلينا نحكي محطوط له مثلا شبكات، يعني محطوط له إشي اصطناعي داخل عضلة القلب. Some individual should be pre-medicated with penicillin or another antibacterial drugs before any instrumentation or invasive procedure such as scaling of the teeth in which a transient bacteremia could occur. اذا هلا بعض خلينا نحكي بعض الاجراءات اللي ممكن انه احنا نعملها او بعض المرضى يضطروا انهم يعملوها وتكون فيها invasive للجسم. معنى invasive انه فيها اختراق لجسم الانسان، مثل مثلا يكون عنده مثلا بده يعمل عملية جراحية، مثلا يخلع سن جراحي او عملية جراحية لها علاقة بالاسنان، او مثلا يركب فولس كاثيتر، ممكن يركب كانيولا، هاي كلياتها بنعتبرها invasive procedure. هلا في بعض ال invasive procedure او مثلا minor procedure خلينا نحكي عملية صغرى، هلا هدول الاجراءات الاصل انه في بعض المرضى اللي احنا بنعرف انهم هم عرضة انهم يكون عندهم او يصير عندهم infective endocarditis، عادة بيعطوهم قبل بساعة من الاجراء بيعطوهم بنسلين. البنسلين هو عبارة عن مضاد حيوي، وبيكملوا بجرعات بعد ما يكملوا الاجراء بيعطوهم جرعات اضافية، كمان بيكملوا جرعات او الكورس البنسلين. البنسلين هنا بينعطى مش لانه في عنده infection، ولكن بروفيلاكتيك يعني وقاية عشان ما يصير عند المريض infection. The American Heart Association and American Dental Association have issued specific recommendations regarding the condition and the procedures under which prophylactic medication should be given. طبعا انه احنا منظمة القلب الامريكية، منظمة الاسنان الامريكية اتفقوا مع بعض، حكوا مع بعض ووضعوا recommendation توصيات انه بعض الاجراءات المعينة يجب انه المريض قبليها ياخد بنسلين عشان نمنع حدوث الاندو carditis. Medical condition are classified with regard to the degree of risk for endocarditis. طبعا الاجراءات اللي اكثر ممكن تعرض المريض للاندوكارديتس هي الاجراءات اللي عمالنا احنا بنحكي عنها. The drug of choice for prophylaxis is amoxicillin اللي هو نفسه البنسلين، بيتاخد قبل ساعة من اجراء البروسيجر او الاجراء اللي احنا بدنا نعمل له اياها. The alternative in cases of allergy to penicillin is clindamycin او سيفلكسين. طبعا اذا المريض في عنده تحسس للامبسلين او للبنسلين بنعطي بديل اللي هو الكليندامايسين او السيفلكسين، وهدول اثنين برضو انتيبيوتكس او مضادات حيوية. Abscesses or other source of infection should be treated promptly. Intravenous drugs users have an increased incidence of acute endocarditis. طبعا اذا المريض كان في عنده ابسس، ومعنى ابسس انه كتلة قيحية او خراج احنا بنسميه، اذا كان هذا المريض في عنده ابسس في اي مكان في الجسم يجب ان يتم علاجه بفعالية وبعلاج كثيف عشان نحل المشكلة، لانه احنا الابسس معناته هي بيئة مناسبة لنمو البكتيريا، وعادة بتكون بكتيريا انفكشن الابسس. الانترافينوس دراج يوزرز اللي هم الناس اللي بتدمن على المخدرات وبتاخد المخدرات عن طريق الإبر، هدول كمان بكونوا عرضة أكتر إنه يصير عندهم انفكتيف اندوكارديتس أو الأكيوت اندوكارديتس. Anyone in whom the immune system is suppressed such as those taking corticosteroids or those with acquired immune deficiency syndrome is vulnerable. كمان مين ناس تانية ان vulnerable انه يصير عندها الاندوكارديتس؟ اللي هم الناس اللي عندهم تثبيط في جهاز المناعة، الناس اللي بياخدوا كورتيكوستيرويد ثيرابي، الناس اللي عندهم HIV اللي هو مرض الايدز. Endocarditis both bacterial and fungal is also a risk with open heart surgery. بالإضافة لذلك إنه الإندوكارديتس سواء كان سببه فنجل فطري أو بكتيري قد يكون من مضاعفات الأوبن هارت سيرجري اللي هي عملية القلب المفتوح. Diagnostic test. Diagnostic test various new heart murmurs are the common indicators. إذا من أهم الإنديكيترز اللي إحنا ممكن تدلنا على وجود الإندوكارديتس إنه يكون في عنا abnormal heart sounds. الميرمرز اللي هو صوت غير طبيعي في القلب. إحنا بنعرف إنه القلب فيه له two normal sound اللي هو الS1 والS2 اللي هم الأصوات الانقباض والانبساط في عضلة القلب. هلا أي S3 أي صوت آخر 3 إضافي يعني الأصوات هدول الأساسية يعتبر abnormal
sound. Initially, it may be difficult to detect any change in the heart murmurs from the predisposing condition, but the increasing impairment soon affect the sound. طبعا في البداية قد تكون الاندوكاردايتس والتأثير تبعه كثير قليل لدرجة انه ما بيظهر الميرمرز، ما بيظهر الابنورمال هارت ساوند في البداية، لكن بس يصير تأثير اكتر لما تتقدم الحالة وتتطور الحالة اكتر، بتبلش الهارت ساوند غير طبيعية تظهر بوضوح. Trans esophageal echocardiogram may be used to reveal the presence of vegetation. طبعا بيعملوا الايكو اللي هو التصوير بالصدى الصوتي، اللي هو الايكوكارديوجرام بيعملوه زي هو زي الترا ساوند لكنه للقلب بيعملوه. هذا كمان ببين انه في عنا vegetation، في عنا كتلة تحتوي على البكتيريا موجودة داخل القلب. الساين والسيمتومز اللي احنا بنشوفها عند هدول المرضى، السب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس از فريكوينتلي انسيديوس ان اونست. هلا السب اكيوت عاده بيصير تدريجي اللي هو الاقل من الحاد، عاده بيكون انسيديوس يعني تدريجي في الاونست تبعته، مانيفيستينج اونلي از ان انترميتنت لو جريد فيفر اور فاتيك. والاعراض اللي احنا بنشوفها بتكون عندنا انخفاض ارتفاع بسيط في درجه الحراره، وبتكون الارتفاع متقطع يعني مش دائما موجود، بتروح وبتيجي خلينا نحكي الحراره، ومش ارتفاع جديد، ممكن توصل لغايه 38.5 مثلا 38.7 لكن مش اكثر من هيك. وفاتيك اللي هو تعب واجهاد بكون عند المريض. other manifestation may include the following. أعراض أخرى ممكن نشوفها كمان في السب أكيوت، إنه المريض يصير عنده أناروكسيا اللي هو فقدان الشهية، سبلينوميجالي تضخم في إطحال، أوسلر نوتس اللي هي painful red nodules on the finger، إنه يطلع عند المريض ب عند أصابعه على الأظافر تبع على الأصابع تبعته يطلع زي نتوءات أو زي بقعة زي حبيبات حمراء مؤلمة تطلع على أصابع الإيدين أو الرجلين. septic emboli from the vegetation that cause vascular occlusion، وحكينا إنه ممكن جزء من هاي الفيجيتيشن أو الماس إنه ينفصل عن الكتلة الأساسية ويمشي في الدورة الدموية، وبالتالي بصير في عنا إشي اسمه septic emboli. الإمبولاي لأنها هي خثرة، وسبتك لأنها بتحتوي على البكتيريا، وهاي طبعا ممكن تعمل انسداد في أي مكان في الجسم. محل الانسداد غير إنها بتعمل إسكيميا، كمان البكتيريا بتنتقل للأنسجة المجاورة وبتعمل لنا إنفكشن، وبتعمل لنا أبسس اللي هي زي خراج في المنطقة الجديدة اللي هي وصلت لها. Release of bacteria into the blood may lead to intermittent increase in fever. طبعا متى ما وصلت البكتيريا وانطلقت في الدم وصارت ماشية مع الدورة الدموية، بصير في عنا ارتفاع شديد في درجة الحرارة، حتى لو انه اصلا الاصل هي سب اكيوت والارتفاع بسيط، لكن متى ما صار في عنا سبتيسيميا او بكتيريميا انه البكتيريا صارت موجودة في الدم، بهاي الحالة بصير في عنا ارتفاع شديد في درجة الحرارة. Congestive heart failure develops in severe cases. طبعا في الحالات الشديدة بصير في عند المريض تطور لحدوث فشل قلبي احتقاني. هاي كلها الساين والسيمتومز للسب اكيوت اندوكارديتس. بالنسبة للاكيوت اندوكارديتس عادة بتكون الساين والسيمتومز سادن يعني بتكون فجأة وماركت واضحة، يعني بتظهر مرة واحدة وفجأة وبتكون الاعراض شديدة. بصير عند المريض spiking fever يعني ارتفاع شديد في درجة الحرارة، chills اللي هي الرعشة بتكون مصاحبة أو البردية احنا بنسميها بتكون مصاحبة للارتفاع الشديد درجة الحرارة، drowsiness دوار، heart valve are badly damaged لما بيفحصوا القلب بتكون صمامات القلب محطمة جدا وبيكون فيها severe impairment يعني لا تقوم بوظيفتها كما يجب. As the subacute form, septic emboli may cause infarction or abscesses in organs resulting in appropriate sign related to location. وزي الأكيوت زي subacute بوجود septic emboli، إنه إذا جزء من الفيجيتيشن أو الكتلة الأصلية اللي كانت عايشة فيها البكتيريا انفصل وما شافت الدورة الدموية، هاي الكتلة اللي بتمشي بنسميها septic emboli، وقلنا emboli لأنها خثرة وseptic لأنها تحتوي على البكتيريا، بالتالي بتظهر عنا أعراض إضافية مصاحبة للسيبتيك إمبولاي في المكان اللي هي وصلت لإله واللي عملت فيه انفاركشن واللي عملت فيه انفكشن جديدة. التريتمنت تبعها following a blood culture rapid test to identify the causative agents. طبعا هدول المرضى بنعمل لهم زراعة دم، وزراعة الدم لما بناخدها ناخد عينة من الدم وبتم عمل زراعة لهذا الدم ومعرفة ايش نوع البكتيريا المسببة
الموجودة في الدم أو المسببة للمرض، ومعرفة إيش المضاد الحيوي اللي هي حساسة له، وبالتالي بيجي عنا إشي اسمه culture and sensitivity. هذا الفحص بيعطينا نوع البكتيريا ونوع المضاد الحيوي اللي هي اللي بيقدر يقضي عليها، وبناء على ذلك بتم وصف المضاد الحيوي المناسب للمريض. Antimicrobial drugs are given طبعا بناء على عينة الكلتشر and usually for minimum of 4 weeks. العلاج بيستمر لغاية 4 أسابيع to eradicate the infection completely، من أجل إنهم يقضوا على العدوى الالتهابية أو على البكتيريا تماما. Other medication to support heart function is usually required. طبعا ممكن كمان نحتاج لأدوية إضافية، هاي الأدوية ممكن نحتاجها إضافية عشان تعمل support لوظيفة القلب، دعم لوظيفة القلب. هذا الموضوع هيك بكون خلص. الموضوع الثاني راح اعطيكم اياه بفيديو لحاله عشان ما يكون الفيديوهات overlapping بالمواضيع. يعطيكم العافية.